اسمع معايا كده وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وتخيل معايا الجمال والروعة والحلاوة. كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر. فخما مفخما يعني إذا حد شافه كده بيحس بالهيبة والعظمة. يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر طبعا يعني كان وشه كالبدر بينور دايما. كان صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع وأكثر من المشدب، والمربوع ده الشخص اللي هو القصير والعريض أو التخين، اما المشدب فهو الشخص الطويل جدا الفرع. يعني نقدر نقول كده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مائل الى الطول اكثر، يعني اللي هو 180 او 181 حاجه شبه كده يعني. كان صلى الله عليه وسلم راجل الشعر، ان انفرقت عقيقته فرق، والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنه اذا هو وفر. راجل الشعر يعني شعره كثيف وليس بالناعم وليس بالخشن، كان مائل اكثر للنعومه. ان انفرقت عقيقته فرق، يعني لما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيسيب شعره يطول، لما كان يجي يفرقه بايده كده كان يتفرق عادي. كان ازهر اللون واسع الجبين، ازهر اللون يعني ابيض ليس باشقر، مش اللي هو الابيض الاشقر، لا هو كان ابيض وليس باسمر. كان صلى الله عليه وسلم ازدج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يضره الغضب. ازدج الحواجب يعني حواجبه واخده شكل كيرف كده، وسوابغ في غير قرن يعني مش ملتصقين، بينهما عرق يضره الغضب. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام عنده هنا عرق كده، اذا غضب كان يظهر العرق ده اللي بينهم. كان صلى الله عليه وسلم اقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتامله اشم. يعني كانت مناخير الرسول عليه الصلاه والسلام مش كبيره ومش صغيره ومش مدببه قوي، يعني كانت معتدله جدا. كان صلى الله عليه وسلم كف اللحيه، وكف اللحيه يعني كثيف اللحيه، وقيل ان كف اللحيه دي معناها انك اذا نظرت من الخلف فممكن تشوف اللحيه عادي من ورا. كان سهل الخدين، يعني خدوده عليه الصلاة والسلام ما كانتش كبيرة. وكان صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، ذو بدن متماسك، سوي البطن. كانت كل حاجة في النبي عليه الصلاة والسلام معتدلة في الخلق، سبحان الله. بدن متماسك يعني كان قوي عليه الصلاة والسلام جدا، سوي البطن يعني ما كانش عنده كرش. كان صلى الله عليه وسلم ضخم القراديس، يعني ما كانتش عظامه رفيعة، كانت عظامه متينة جدا. وكان بعيد المنكبين، بعيد المنكبين يعني كتافه عريضة صلى الله عليه وسلم، وصدره ايضا كان عريض. وعين الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش كبيرة قوي ولا كانت صغيرة قوي، كانت معتدلة، ترى منها البياض والسواد. صلى الله عليه وسلم كانت عينه سودة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، فوالله أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.